تفاهم بين وزارة الآثار ومختلف المتحف الفني الإسلامي، اللي إن شاء الله بندعو حضراتكم مفتاحه في خلال فترة بسيطة جدا، وما بين متحف اللوفر فرنسا ومختلف في قسم الفنون الإسلامية الموجودة الموجود في متحف اللوفر. برحب بالسيد أنري كارون سفير فرنسا الجمهورية مصر العربية، السيد جوني كارتونيز رئيس اللوفر، عشان نوقع الاتفاقية دي، وده يدل على شيء، يدل على قوة العلاقة في مجال الآثار بين مصر وفرنسا، وده مش غريب، وده إحدى النتائج الطيبة للعلاقة السياسية القوية الحالية اللي بتربط مصر بفرنسا في مجالات عدة، وأكد عليها مؤخرا زيارة مسيو فرانسوا أولاند رئيس فرنسا لمصر، وشوف كم الاتفاقيات اللي تم توقيعه. النهارده احنا كمان بنوقع اتفاقية في مجال المتاحف بين متحف من أكثر متاحف جمهورية مصر العربية علاقة، هو المتحف الفني الإسلامي، واللي تعرض للأسف للتدمير أثناء عملية إرهابية تمت أمام مديرية الأمن باب الخلف، ولكن من أول لحظة والمرممين متحف الفن الإسلامي والأثريين المصريين كلهم بدأوا إن هم يرمموه بإيديهم، ومشاركة عدة دول وعلى مسار الإمارات العربية قدرنا إن احنا الحمد لله ننتهي العمل في